السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفة، تحية طيبة لكم. يوم السبت 19 من شهر يوني 2021، أهم أخبار ألمانيا. العناوين، نتكلم عن الحالات، نتكلم على القلق الكبير الألماني حول طفرة دلتا أصدقائي، نتكلم أيضا على نتائج اجتماع وزراء الداخلية للمقاطعات الألمانية 16 وماذا قرروا، أيضا بالمسألة الخاصة بحاملي الجنسية السورية من يرتكبون جرائم. لا نتكلم على الأغلبية من الإخوة السوريين الكرام، ونتكلم أيضا أصدقائي على ما يرغب به وزير الصحة لحماية المسنين من ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير، وفي الأخير نتكلم أصدقائي على كرة القدم. سجلت في 24 ساعة الأخيرة 1108 حالات، وتوفي 99 شخصا أصدقائي، وعدد الحالات الجديدة لكل 100,000 نسمة ما زال بالانخفاض، ووصل إلى رقم 9.3 حالة جديدة لكل 100,000 نسمة. من حصل منذ بداية الوباء ومنذ أن بدأت حملة اللقاح حصل على جرعة واحدة، عددهم هو 42 مليون و65 ألف و100 شخص. من حصل على جرعتين للقاح عددهم هو 25 مليون و301 ألف و843. قلق ألماني كبير جدا من طفرة دلتا. طفرة دلتا هي الطفرة الهندية، أصبحت تسمى دلتا أصدقائي. قلق ألماني كبير جدا من طفرة دلتا في ألمانيا وفي أوروبا، وإمكانية انتشارها بفصل الخريف بشكل كبير. أيضا بطولة أوروبا لكرة القدم تقلق السياسيين والعلماء في ألمانيا وفي أوروبا من أن تكون هي سببا في انتشار طفرة دلتا الجديدة. السيدة ميركل صرحت وعبرت عن قلقها الكبير والاستهانة يعني بهذه الطفرة، وقالت لا يمكن أن نتعامل مع الوضع كأنه كورونا اختفت من الوجود، وحذرت من تهاون بعض الدول الأوروبية بالأمر وتهاونهم بسبب طفرة دلتا، وأيضا فتحهم السريع تجمع الجماهير الكبيرة في بطولة أوروبا كما حصل في لقاء يوم أمس، عندما حصل تجمع هائل من مشجعي دولة اسكتلندا الذين ذهبوا إلى العاصمة لندن هناك في إنجلترا وتجمعوا بشكل كبير. ونعرف بأن لندن حاليا تعتبر بؤرة لطفرة دلتا. وأيضا ألمانيا قلقة جدا من ارتفاع هذه الطفرة وانتشارها بشكل كبير في بريطانيا، خصوصا في العاصمة لندن، وألمانيا تخاف بأنه من بريطانيا تنتقل إلى كل الدول الأوروبية وتدخل أيضا دلتا بشكل كبير في ألمانيا. هي الآن توجد في ألمانيا لكن بشكل قليل، لكن تخاف ألمانيا أن ترتفع بشكل كبير، وهكذا في فصل الخريف تكون عندنا موجة رابعة جديدة. هناك أيضا بعض السياسيين وبعض العلماء الذين يقولون المباراة النهائية لكرة القدم في كأس أوروبا سوف تنظم في مدينة لندن في بريطانيا، وقالوا يجب أن يتم منع لندن من المباراة النهائية لأنها هي الآن بؤرة لدلتا. لكن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون قال بأن بريطانيا سوف تعمل المستحيل كي تقام المقابلة النهائية في لندن، وسوف تعمل بريطانيا من أجل حماية الجمهور الأوروبي والناس من أن لا تنتشر عندهم طفرة دلتا. رئيس أطباء العالم السيد مونتغومري يقول أنه أصلا حتى إذا غيروا مكان إقامة المقابلة النهائية من بريطانيا لندن وأخذوها إلى مدينة بودابست بهنغاريا فهذا ليس حلا، لأنه أيضا في هنغاريا الحالات مرتفعة وهنغاريا ليست أحسن حالا من بريطانيا. المهم الآن يوجد قلق كبير جدا من طفرة دلتا ومن انتشارها بشكل كبير بسبب السياحة،
وبسبب أيضا الآن كرة القدم وتنقل الجمهور أصدقائي، فألمانيا قلقة جدا، وأيضا رئيس مركز روبرت كوخ الألماني التابع للحكومة قال كان قد حذر بأنه يمكن فصل الخريف أن يعرف انتشارا كبيرا وارتفاع لحالات التي تحمل طفرة دلتا، وهناك من يخاف ومن هو قلق من أنه موجة رابعة تأتي في فصل الخريف. الآن سوف نمر إلى موضوع آخر أصدقائي بخصوص نتائج اجتماع وزراء الداخلية للمقاطعات الألمانية 16. اجتمعوا أصدقائي في مقاطعة بادن فيوتنبرغ وخرجوا ببعض القرارات، والقرار الخاص بمحاولة ترحيل من يرتكبون جرائم ومن يشكلون خطرا على الأمن الألماني من حاملي الجنسية السورية، كما كنت قد قمت بتحليله لكم وأخبرتكم به. نفس الأمر هو ما كان أصدقائي، هنا لا نتكلم على الناس الطيبة، لا نتكلم نهائيا وأبدا عن كل الناس المندمجة الطيبة التي لا تعمل مشاكل، هنا يتكلمون فقط على الأشخاص مرتكبي الجرائم، من يعملون جرائم قتل أو من يدخلون وينتمون إلى جماعة إرهابية إلى آخره. هؤلاء الأشخاص لا تريد ألمانيا أن تعطيهم اللجوء في ألمانيا، وتريد أيضا أن ترحلهم إلى سوريا أصدقائي. لكن على ما يبدو لم يكن هناك اتفاق كما قلت لكم، لأنه 16 مقاطعة ألمانية، 16 وزير داخلية، أحزاب مختلفة، أفكار مختلفة، فلم يتوصلوا إلى حل بهذه المسألة لأنها مسألة معقدة كما قالوا بسبب الحرب حاليا في سوريا، وأنه لا توجد علاقة دبلوماسية بين برلين ودمشق، لذلك حاليا لم يتوصلوا إلى حل كيف يتعاملون مع من يرتكبون جرائم كبيرة في ألمانيا أو يدخلون أو ينتمون إلى جماعات إرهابية إلى آخره. لكن قالوا بأنه يجب على الحكومة الألمانية على الأقل محاولة ترحيل المجرمين الخطيرين وإعادتهم إلى سوريا أو على الأقل إلى لبنان أو الأردن، وهم يتكلفون بإرجاعهم إلى سوريا، لأن سلامة سكان ألمانيا أهم من أن يبقى لاجئ خطير على أمن ألمانيا وعلى سكان ألمانيا. يعني يرغبون بأن يكون الأمر فرضي، مثلا شخص عمل جريمة قتل أو شكل خطرا على البلاد، انتمى إلى جماعة إرهابية، أن يحاولوا بأن هذا الشخص تحاول ألمانيا ما بوسعها لإعادته حتى إلى الأردن أو إعادته إلى لبنان، والأردن ولبنان تكون هي الوسيط من أجل إدخاله وإعادته إلى سوريا. الأمر سوف يكون فرضيا مع الأشخاص الذين يشكلون خطرا كبيرا على الأمن. يعني أصدقائي كما قلت لكم بأنه بالنسبة لأغلبيتكم، أغلبيتكم ناس طيبة ولله الحمد لا يعمل مشاكل، إذن لا داعي للقلق. الأمر خاص بالمجرمين أصدقائي الذين يشوهون أصلا صورتكم أصدقائي. الآن سنمر أيضا إلى باقي النقاط التي اتفق عليها وزراء الداخلية للمقاطعات الألمانية 16، من بينها زيادة حماية النساء في ألمانيا من العنف، لأنه لاحظوا بأن النساء في سكان ألمانيا عدد كبير من النساء يتعرضن إلى العنف، والآن يرغبون بزيادة حماية النساء، حمايتهم من العنف. أيضا يرغب وزراء الداخلية الألمان بأن مجموعات الدردشة التي كان يستعملها ضباط للشرطة أو منتمون إلى جهاز الشرطة ويتبادلون فيها كلام عنصري وصور عنصرية، أن تتم متابعتهم ومراقبتهم وزيادة مراقبة جهاز الشرطة كي يعرفوا من هم الشرطة العنصريين أصدقائي. أيضا يرغبون بتقوية ومتابعة ناشر الكراهية وفي الانترنت ومتابعتهم والضغط على أصحاب المواقع الكبرى بأن يرسلوا معلومات إلى الشرطة
حول ناشري الكراهية في الإنترنت، مثلا فيسبوك أو تويتر أو إنستغرام أو تيك توك أو يوتيوب، يكونون مجبرين أن يرسلوا إلى الشرطة معلومات وبيانات حول الشخص الذي كتب تعليقا فيه نشر للكراهية أو فيه تهديد أو فيه خطورة على أمن وسكان ألمانيا وأمن البلاد. أيضا يرغبون بحماية الصحافة من العنف الذين يتعرضون له عندما يكون صحفي يشارك في مظاهرة وينقل أجواء أحد المظاهرات. لاحظوا بأن الصحافة تعرضوا وزادت العنف على رجال الصحافة ونساء الصحافة. سنمر الآن إلى آخر موضوع. وزير الصحة في الحكومة الألمانية السيد شبان يرغب بحماية المسنين من الحرارة القوية، خصوصا أن الإحصائيات تقول بأن فصل الصيف وارتفاع الحرارة في فصل الصيف يؤدي إلى وفاة عدد من المسنين في ألمانيا أو يسبب لهم مشاكل صحية. إحصائيات تقول أنه في فصل الصيف السابق في شهر 8 يعني شهر أغسطس توفي 4000 مسن في ألمانيا بسبب الحرارة المفرطة التي عرفتها البلاد ووصلت إلى 40 درجة، وعدد آخر عملت لهم مشاكل صحية في التنفس. خصوصا هنا أن ألمانيا تعتبر أكبر أو تعرف أكبر نسبة للمسنين في العالم، يعني ألمانيا هي أكبر، هي الدولة التي يعيش فيها أكبر عدد من المسنين، يعني من تفوق أعمارهم 80 سنة فما فوق، وهؤلاء تشكل عليهم الحرارة خطورة كبيرة. من عندهم 80 سنة، 85 سنة، 90 سنة، الحرارة بالنسبة لهم خطر كبير. لذلك وزارة الصحة ترغب الآن بعمل برنامج توعوي لحماية المسنين من التعرض للشمس أو التعرض للحرارة، حماية المستشفيات ودور المسنين كي لا تتعرض أقسامها إلى ارتفاع درجة الحرارة والسخونة، ووضع أجهزة للتبريد بداخلها، لأن الآن ألمانيا تتجه نحو تغيير مناخي كبير يجعل فصل الصيف في ألمانيا ساخنا للغاية بشكل لم يتعود عليه سكان وسط أوروبا أصدقائي بسبب التغيير المناخي الكبير. الآن سوف ننتقل إلى آخر موضوع، هو موضوع كرة القدم. هذا المساء الساعة 6 سوف يكون هناك لقاء مهم لمنتخب ألمانيا مع منتخب البرتغال. يوم أمس أصدقائي في فيديو يوم أمس أخبرتكم بتوقعي وقلت لكم بأنه أظن بأنه ألمانيا سوف تنتصر 2-0. كثير منكم أعطى أيضا توقعاتي، شكرا لكل من شارك في التوقعات. هناك من أيضا قال بأنه ألمانيا سوف تنتصر، هناك من قال سيكون لقاء متعادل، ومن هناك من قال بأنه ألمانيا سوف تنهزم والبرتغال سوف تنتصر. اليوم سوف نرى إن شاء الله بداية من الساعة 6 من سوف يكون توقعه صحيح. ما زلت متمسكا بتوقعي وما زلت أقول بأنه ألمانيا سوف تنتصر 2-0. أتمنى أن لا يخجلني المنتخب الألماني اليوم، أتمنى أن يكون توقعي صحيح أصدقائي. كل هذا من أجل المزح ومن أجل أن ننشط الجو شيئا ما، وكل في إطار الروح الرياضية. وما زلت متمسكا بأنه ألمانيا سوف تنتصر 2-0 أصدقائي. وأنتم أصدقائي ما زلتم متمسكين بالنتيجة التي كتبتم يوم أمس وتوقعكم يوم أمس، أم غيرتم توقعكم هذا اليوم؟ أتمنى لكم فرجة ممتعة، شكرا للمتابعة والمشاهدة، وموعدنا غدا إن شاء الله لنرى من كانت توقعاته صحيحة بخصوص مقابلة ألمانيا والبرتغال. شكرا لكم، السلام عليكم، إلى اللقاء.